الدوار الانسان وهو عنده الدوار حياته بتكون عامله ازاي، وبعد ما بيخف من الدوار حياته بتبقى عامله ازاي؟ الدوار من المشاكل الكبيرة طبعا اللي هي بتعوق حركة الإنسان، لأنه بتخل بالاتزان بتاعه. كمان مش بتخل بالاتزان بس، كمان بتخل بالمجال البصري بتاعه، لأن في اتصال وثيق ما بين عصب الاتزان والأعصاب اللي هي بتحرك العين. احنا لو شفنا الفيديو دلوقتي هنشوف اللي بيحس بيه مريض الدوار، ان هو بيشوف الدنيا عمالة بتلف حواليه، السقف في الارض والارض في السقف معانا بالفعل على الشاشه. هو بالظبط ده الاحساس اللي بيحسه الانسان. بصينا على النقطه البيضاء اللي في النص، هو ده الاحساس اللي بيحس بيه مريض الدوار. طب وبيبقى خارجيا يا دكتور، يعني حاسس ان الدنيا بتلف خارجيا ولا حاجه جوه المخ حاسه بيها ان هي بتلف؟ البعض بيحس بالدوار من الخارج، يعني لا الحيطان فعلا بتلف حواليه. ده نتيجه حاجه بيسميها رقرقه العين. رقرقه العين، العين بتتحرك حركات لا إرادية، ودي أحد علامات الأذن الداخلية، أو إن في مشكلة في الأذن الداخلية بنسميها نستاجمس أو رقرقة العين، ودي ظاهرة في الفيديو برضو اللي ورا ده هيكون معانا. أيوة. لو بصيت حضرتك على عين البنت دي عندها دوار، هتلاقي في حركة لا إرادية في العين. إحنا فعلا بنشوف شخصيات كده كتير، بس ما ببقاش فاهمة إن ده دوار. في ناس بتتولد بيبقى عيب خلقي ان هو اتولد عنده الهزه دي نادره. انما اغلب الحالات اللي بيجي لها دوار بيبقى عندها العلامه دي. طيب